لك حاجة تحوصي بقى خيلتيني؟ رح تقرح تفقع ميارتي لك. بس بدي افهم هالمقوض جواد شو عاجبه بناريمان؟ قالك ايدي ايدي لو الشمراية لك. هالتلميحات يلي كانوا عم يلبحوها وين؟ وين راحت؟ ولا ليكون هو امي؟ ليكون هو ما بده ياني وبده ناريمان؟ لك ان شاء الله بينضرب هو وياها، شو بدك فيه؟ ان شاء الله عمرينه. بعدين انا مرت عمك هي ما بطيقها ما بطيقها، شلون بدي اعطيها بنتي؟ ما فشرت لك. بس انا ما كنت متخيله انه بده ياخذ بنت ثانيه غيري. لك ان شاء الله بينضرب منه لمرته. انا بدي افهم انت شو عاجبك فيه. نقولي شو مو عاجبني فيه؟ لك بكفي انه متعلم امي متعلم، شو بدي اكثر من هيك؟ يا ستي الله يهني مرته فيه، نحن ما دخلنا. هلا شايفتيني عم فول وبغريه ورح تقول صلت تجي بتقولي لي هذا الحكي؟ برني ما تواخذيني، بس بدي هديكي. شو بدي اعمل يعني؟ هيك بدك تضلي هيك بدك تضلي معصبي على طول؟ بعدين بكره تقبريني، بكره الله يبعث لك احسن منه. طولي بالك. بس انت شو هالمجنونه هاي؟ يا عيني على هالصباح، والله واحلى كناين. ان شاء الله بيسلم ايديكي على هالقهوه. صحة وهنا مرت عمك. يا ابني يا جواد. برني يا ابني. رضاي عليك تمرق لعند مرت عمك ام بدور. امبارح بعتولي خبر انه بنت نور مخستكي. خير ان شاء الله شبه؟ والله ما بعرف، ما اخذت وعطيت بهالسيره. ماشي يا ابي، الصحه لي اليوم بنبقى ان شاء الله. لا تقبرني الله يرضى عليك، لازم تمر لعنده. هي يتيمه ما في حدا عنده، لا هي ولا امها. امك عم تحكي مزبوط. رضاي عليك تمرق لعندهم. ها وانت كمان انا رح اسبقك على الدكان وروح شوف مرت عمك اذا لازمها شيء وجيب لها اياهم. ان شاء الله يا ابي ان شاء الله. لك بقص ايدي اذا فيها شيء، بس هي عم تتحجج مشان تسحب سيلفي لعندها. اختي شو بكي يعني؟ شو بدها فيه لحتى تسحبه لعندهم؟ شو نسيتي انه كانت تحبه؟ اختي كانت كانت اليوم انا وياه متجوزين، يعني هي مو معقوله تحط عين على واحد متجوز. لك ايه روحي روحي، بدي ضلي نبه فيكي. حطيتي لي كل الاغراض الله يرضى عليكي. يلا بالاذن. جواد حبيبي بدي اسالك، انت امتى ناوي تروح على بيت عمك؟ والله ما بعرف، تركيها على التيسير. ناري ما؟ ايه؟ انت متضايقة من روحتي على بيت عمي؟ لا ايوه، تبكي اتضايق بعدين ما شفت عمي كيف كرك عليك بالروحة، خطيت وقبرني، روح لعندهم يعني نسوان. انت شو بدك بعمك؟ انا بحل معه، احكي لي بقلبك، إذا متضايقة في 100 حكيم بالشام ما بروح. لا حبيبي لا، بعدين أنا ما بفكر بهيك قصص، بتعرفني أنت. أنا ليش بحبك؟ إنك مثقفة وفهمانة. الله يرضى عليك. الله يخلي لي اياك. يا رب. هوني. تقبرني تقبرني، دخيلك طمني عن البنت الله يوفقك. والله يا مرت عمي ما بعرف شو بدي اقول لك. يبعت لي حمى ان شاء الله، كلها لقيت حالتها خطيره البنت. طولي بالك يا مرت عمي، ما فيها شيء بس عم تتدلل شوي. معقوله تقبرني؟ متاكد من الحكي؟ ايه متاكد، وهي شغلتي. معناتها انا وجعي بالقلب يا مو، ما حدا رح يحس فيه. يبعت لي حمى لقلبي يا تطلعي على قبري انت. يلا بالاذن يا جماعه، انا صار لازم. لا يوه، وين بدك تمشي تقبرني؟ بساوي لك فنجان قهوه. والله يا مرت عمي يعني ما بيصير، خمس دقائق والقهوه بتكون جاهزه. لا لا لا، ما في اعذار، بدك تقبرني ولو بيت عمك هون. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا. بس والله يا مرت عمي لا عود تقبرني، عود عود ارتاح، تفضل تفضل، عود عود. مرت عمي انا عم فكر اليوم روح اقضي النهار عند امي، يعني ما تفكري قصدي الشيء. اولا انا مشتاقه لها، وثانيا تكون خلصت زيارتهم عندكم. لك انت شو عم تحكي ناري ما؟ مرت عمي والله العظيم ما تفهميني غلط، بس شفتي نور كيف كلامها، بدش كل كلمه ادراسها. حبيبتي انت الكبيره والعاقله، وانا ما بيهون علي انك تتركي البيت وتطلعي. طنشيها يعني إذا كان في أوهام براسها خليها تشيلها، وأرشيها قديش أنت مبسوطة بين جوازتك وما حدا قدك.
انت هيك رايك يا ست الكل؟ طبعا انا هيك رايي. وبعدين انت بتعرفي انا ما عزمتهم، هن اجوا لحاله. يعني انت ما كان بدك تروحي لعندهم على البيت؟ لا اكيد لا. قومي خلينا نكفي الطبخه ونحضر الاكل. يا قمر الحقينا على المطبخ. قومي حبيبتي قومي. شكرا كثير طيبه لهم. ان شاء الله الف هنا. ألف صحة وهنا. صحيح جواد، ما قلت لي يعني أنت كيف ملاقي العيشة هون؟ إن شاء الله مبسوط، يعني بعرف إنه أنت تعودت على عيشة برا. لا بالعكس مرت عمي، أنا كتير بحب هاي البلد، يعني إذا قضيت لي كم سنة برا يعني ما رجعي لهون بالنهاية. أي أيوة والله، أي أيوة والله الحمد لله. أي أيوة والله. ودخلك كيف ناريمان؟ والله ناريمان الحمد لله كتير منيحة. يعني مرتاح أنت وياها تقبرني؟ الحمد لله كثير مرتاح انا وياها، يعني بتعرفي ناريمان حدا مثقف وانا بحب البنت المثقفه، يعني هي البنات المولدنه انا ابدا ما بحبها مرت عمي، وانا وعدتها لما بدي اخذها والحمد لله راجع اخذها. الحمد لله، الحمد لله تقبرني. ايه يا اخي رحت على بيت عمها؟ ايه رحت. امانه برقبتك فيهم شيء؟ لا قسما بالله عرفان بهي القصة، بس هن هيك بيحبوا يحروا ويلوصوا مشان يحنوا قلب ابوك وامك واهلك ما بيفهموا. معلش اخي عند ربنا ما بيضيع شيء. لك على عيني وراسي يا اخي، بس يعني عدم مؤاخذة اللي بيمرض بيروح على الخستخانة، ايش وما ضل حكيم غيرك بالبلد. يلا مو مشكلة، بس ما بدي تحكي قدام حدا، ما بالناري ما بتسمع. لا دحنا لازم نحكي مشان ابوك يبطل هي الحركات. يا اخي مشاني ما بدي اطول قدام حدا، رد علي. عم قلك اخر مره بقول عنده ما ضبطت انطاق القصه. خلص امك ما راح احكي. دخيله الحميج امشي للا. لما تفتحي لي هالسيره منو بقى ها؟ حاجه تهزي لي بدني، العمى بقلبك شو حوبه؟ ما عرفتي تعملي حالك مخستكي قدامهم، طالعتيني قد الكمشه. طيب شو اعمل؟ شو اعمل؟ لا تعملي شيء، شيلي من راسك بقى، العمى ما شفتي شو فزلك شلون عم يحاكينا؟ من فوق عم يحاكينا، العمى بقلبه وما طقطه. يا مو بتتذكري الشيخ يلي كنتي تعملي عنده سحر لمرته لابو حسني؟ خدينا لعنده بنعمل عنده سحر لناريمان وجواد. خرب بيتك الهي، هذا بياخذ كومة مصاري، منين بدي اجيب له اياها؟ يا مو اذا مشان المصاري لا تاكلي هم، انا بطلب المصاري من عمي بقول له ناقصني غرض. شو رح تستفيدي؟ شو رح استفيد؟ بتخرب بيناتهم وبنزل انا بدالها. ايوه وبركي راح اتجوز وحده تانية، ما شفتي كل الوقت عم سمعك حكي انه انت صغيره ومدري شو. لك لا، هو خلينا نخلص من هالحربايه ناريمان، وقتها مرت عمي غصب عنه رح بتجوزني لإله، ما شفتيها شلون كان طاير عقله فيني؟ بس والله القصه مو بهالسهوله اللي انت فكرتيها. اي والله بيت عمك ما يدروا، رح يقطعونا انا وياكي، ما بنخلص من لسانه، ما شفتي قصة ام ياسر شو صار؟ ضلينا سنين وايام لاقنعناهم انه هي الكذابة. لك يا امي شلون بدهم يدروا؟ إذا ما حدا بيعرف بهالسيرة غيري وغيرك. يلا يلا. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شو شو انت يا حبيبي؟ شئت لك والله. اهلا وسهلا. كيفك امل؟ انت كمان اهلا وسهلا حبيبتي. تفضلي تفضلي لهون. تفضلي. ناري ما شو كان بدي اقول لك حبيبتي، عايزتك هيك بموضوع بيني وبينك. بيني وبينك يعني ما بدك تحكي؟ لا لا بنفوت بنحكي بغرفتك هيك بنات مع بعض. ايه شو عليك؟ يلا حبيبتي لكن تعالي على الاوضه. لك شوفي شغلتي لي بالي، ليش جبتينا لهون؟ يو شو بكي؟ شو ليش جبتينا لهون؟ باينه امي بدها تحكي مع مرت عمك بموضوع بيناتهم، فقلت هيك بنقعد بناخذ راحتنا انا وياكي بالحديث. شو عليك؟ لك صحي ما قلتي لي شلون جواد معك؟ والله جواد ما في منه بكثير عام. صحة صحة. وبيت عمي ان شاء الله مناح معك. والله عمي ومرتي بجنن والله بعتلي اياهم مثل امي واحسن. الف الحمد لله. خير شو بكي؟ بتعرفي والله الي زمان مرضانه هالسعله ما عم بتروح، بس هي كتر خيره جواد اجا وداواني والله ما في منه. زكاة عينك بس تتناولي لي كاسة مي. ايه يلا تكفي.
بنت لأمها. يلا يلا خدي أمك ونقلعوا من بيتي. يلا عم بتقلعيني أنا وأمي من بيت عمي؟ لو كان عمك هون كان هو بذات نفسه قلعكم. إيه ما قلوها، بس الله لا يهنيكي يا ناري مان الزفت. الله لا